العالمين الجديدة تنبض بالحياة. بلد حلو، منطقة حلوة، البحر رائع، منطقة عالمية مصرية honestly. وأنا دايماً بيجي على العالمين وأنا سعيد جداً أني شارك مهرجان العالمين. مهرجان العالمين مش بس الغنى، في مسرح وفي فنون شعبية وفي حاجات كتير قوي، كل يوم في حاجات مختلفة. مبسوط إن ده موجود عندنا في مصر. مدينة قائمة طبعاً بحرها الفظيع، يعني مكان سياحي ولذيذ. إن شاء الله بتصير من المناطق النارية دي لمصر والوطن العربي إن شاء الله. العالم عالمي.